خلينا نروح إلى بغداد حتى نتعرف على مجموعة من الشباب اللي هم منهم أطباء وصيادلة ويدرسون لسه مثلاً بالطب في مستشفى يرموك. إذن خلينا نروح إلى بغداد ونشوف من انضمنا من حملة دوسلها من هناك. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا. حملة دوسلها وغير حياتك مستمرين ونتجول بكافة أنحاء بغداد. أخذنا مختلف الفئات وأنواع الناس من العمال إلى أعلى الشهادات. اليوم وصلنا إلى الدكاترة، أطباء دكاترة مختبر صيدلانيين وغيرها من الاختصاصات. دعما منهم الحملة دوسلها وغير حياتك رح نلتقي بهم اليوم ونشوفهم من يدوسلها وتتغير حياتهم. وطبعا يانا يعني أول لقاء والدكتور مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. نتعرف عليك اسمك؟ أنا دكتور غسان عبد الكريم، مقيم مستشفى اليرموك. مقيم مستشفى اليرموك. نعم. دكتور متابع حملة دوسلها؟ أي نعم متابعها. والله حملة حلوة يعني تساعد على الرياضة وعلى الناس انه تترك الروتين اللي عايشين بيه احنا يعني شوي تغيير يعني. طيب اريد اسالك فوائدها علميا، سياقة الدراجات الهوائية علميا يعني فوائدها للجسم شنو هي يعني انت باختصار؟ طبعا هي بالنسبة ان احنا اهم شيء جسم الانسان هو الرياضة، يعني احنا دائما ننصح بانه اقل شيء انه نص على ساعة رياضة يوميا. احنا شوي بسبب وضعنا الرياضة عندنا قليلة، فذاك الحملة شوي ساعد الناس عن الرياضة، مشاكل القلب، مشاكل السكري، يعني هاي الاشياء دائما الناس شوية تهملها حياتنا الحالية. يعني انت عندك استعداد تدوس لها؟ طبعا ندوس لها. كم ساعة باليوم؟ احنا بالنسبة يعني اقل شيء ساعة. دكتور هاشم علي، مقيم مقدم طالب بورد مستشفى اليرموك التعليمي. اهلا وسهلا بك. دكتور هاشم، شنو رأيك بنشر ثقافة الدراجات الهوائية بالعراق؟ اكيد احسن، هي خوش ثقافة وموجودة اكثر شيء بدول الغرب هذا، بس احنا للاسف هنا صغيرنا نسوق سيارة، كبيرنا نسوق سيارة، امراض ضغط وسكر وذبحة وكل شيء عنده يسوق سيارة، يعني ضد الرياضة اغلبهم، يعني نادر ما اشوف واحد مثلا كبير بالعمر او شاب او صغير يسوق البايسكل، يعني ما اعرف يعني شبه اندثرت هاي الثقافة بهاي، بالاخص بعد الحروب وبعد المعاناة اللي عاناها البلد، يعني البايسكل شبه يعني اندثر وراح، على الرغم ان احنا يمنا كم منحة طبي، يعني اقل شيء حتى كتبنا الطبية نقراها تقول اقل شيء 6 ساعات بالاسبوع رياضة مشي او رياضة بايسكل او اي رياضة كانت، اقل شيء 6 ساعات ما يقارب تقريبا يوميا نص ساعة، يعني هاي نص ساعة حتى هاي النص ساعة ما نشوفها. انت راح تمارس هذه النص ساعة بعد ان راح تشارك بدوسلها؟ يجوز اكثر من نص ساعة، يعني انا من يعني مؤيدين كلش البايسكل، وانا كنت ذاك اليوم دافتر بالسوق، اليوم اشتري بايسكل باشر، يوم باشر سبحان الله يمكن هو يجينا جاني اليوم. رب العالمين اخرك لانضم لك دوسلها ويانا. اكيد ان شاء الله دوسلها وياك. لا لا وياكم ان شاء الله. هو فكرة كلش حلوة بالنسبة للبنات يعني او الولد حتى طبيا يعني او علميا، بس المشكلة يعني هل مجتمعنا راح يقدر يتقبل الفكرة؟ يعني ما اعتقد انا يعني انه مجتمعنا يقدر يتقبلها، بس هي حلوة الفكرة كلش حلوة، او على الاقل تقدر البنية مثلا حتى اذا مثلا في متنزه او شيء يعني، او ممكن بالبيت اذا عدا حديقه كبيره ممكن انه تركب بايسكل، ليش ما ممكن يعني؟ بالعكس فكره كلش حلوه. زين يعني لو بالمستقبل القريب ان شاء الله رزقت بزوجة تدوسلها انت؟ تدوسلها شلون تدوسلها؟ لا تدوسلها بس شنو نختار منطقه فيها مجال تدوسلها. مشاهدينا دكتور احمد يقول اوكي انا ادوسلها انا وزوجتي مستقبلا. طبعا هاي اعتراف منك. اي مشاهدين كلهم بده يشوفوا. ان شاء الله مسجل ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم وهالمبادره الحلوه. دكتور ابراهيم بها، طبيب تدرج. دكتور شو تشوف انت فوائد الرياضه وخصوصا رياضه الدراجه الهوائيه اللي هي يعني تتحكم بعده مساحه من الجسم؟ صحيح طبعا نوع الشعب العراقي جدا يحتاج انه هسه رياضه بهالوقت، الامراض المزمنه كلش صاعده عندنا كضغط كسكر بسرعه، ما انتم عاشت ايدكم على هذا الفكره الجديده بهيك الشعب، لان اساسا عاني من ازدحامات هذه ضغوط نفسية، فهذا سبب أمراض مزمنة. احنا أساسا شعب كله أمراض مزمنة، احنا ننصح أهل الأمراض المزمنة جماعة الضغط إنها تقلل عندهم الدهون كبايسكلات، كأي شيء كرياضة كركض، خصوصا هذا يفيدهم كتنقل، مو بس الركض، الركض يتعب ويرجع بعدين، بس هذا يفيد كوسيلة تنقل، فشيء كلش حلو. عاشتكم على هالمبادرة. أنور محمد رشيد، طبيب تقني، طالب دراسات مرحلة أولى هسه، دراسات عليا. أتمنى لك التوفيق. الله يسلمك على خير. سولف لي أنت مبين رياضة. أنا رياضة بالفطرة. بالفطرة. سولف لي عن نوع الرياضات الكمال. والله أنا أحب كمال أجسام كلش يعني، وطابة كلها يعني مارستها، السباحة يعني مطيح حقها، الرياضة مطيح حقها. دوسلها تنطيح حقها؟ والله أدوسلها. كلش أدوسلها. زين جماعة القسم قالوا نص ساعة، قسم قالوا ساعة، أنت ايش قد تدوسلها؟ أدوسلها يمكن 10 دقائق، لأن احنا بالجيم يعني خال ساعتين يعني مبرتها، فعدي يعني ما أقدر يعني كل واحدة تطيح حقها يعني. أكيد تقدر تروح وتجي للكليتك ولا لدوامك ببايسكل، اكيد راح تتنقل محليا. اي صحيح هالشيء متي راح تخصصها انه برجعتك من الجيم يعني انه تنتقل. بالضبط. اي اشكرك. ان شاء الله. زين انت رايك انت بفوائدها شنو؟ والله فوائدها 3D. اي اولا هي تنقل، هاي منتهين منها.
الفائدة الثانية تعرف ان هالبلد كلش تلوث، يعني الغازات والدخاخين هاي المولدات هاي كلها سايد افكت على هيومن، يعني هذا فشيء منتهي منه. هاي تقلل البوليوشن، هاي اول شغلة. وسلو تبعين دول العالم يعني المتطورة تميل الى الدراجات، وهي يعني حتى بدها تلغي السيارات، تخلي السيارات بدل غاز وكذا كهربائية. لا كذب كذب على سيارتي. ادوس لها ويانا الوقت؟ ادوس لها ان شاء الله. زين انا هسه بس اريد طبعا مشاهدينا يمكن اذا تشاهدون وصولا يعني فد زي كجوال حلو، بس اريد اعرف شنو سر هذا. تسلمي. والله الحياه الطلب هيك ورياضه دائما حلوه، وهاي الحمله جميله بصراحه، يعني سمعنا بيها من الاطباء الموجودين واصدقائنا قالوا انه المبادره هاي حلوه. حبينا انه نشارك قناه الشرقيه بهاي المبادره ونشكرها بهذا الشيء. يعني الرياضه وياكم كلش حلوه ان شاء الله. زين سر الزي مالتك، يعني انت مو جاي للدوام؟ المفروض قالوا هيك شيء، فعد حبينا اليوم عطله نسوي غير شيء، قلنا نغير اللوك مالتنا. بس ما عرفتني باسمك اختي. معان صيدلي امجد ضياء. يعني احنا دائما نحب نشكر هيك مبادرات، مبادره من يعني اكثر مما واحد ياخذ، دائما نقول مثلا فيتامينات واشياء مثلا يحتاجها جسم الانسان احسن مما هذه. احنا يعني الطرق البديهيه الموجوده مثلا الرياضه احسن شيء، الركض، المشي، كره القدم. اضافه الى هذا احنا شويه مفتقدين الى يعني الدراجه الهوائيه، الدراجه الهوائيه كلش حروف. احنا حاليا يعني احنا اذا كلنا خلينا ايد بايد مساعده مثلا مجلس محافظ بغداد، اذا سوينا طرق خاصه للبايسكلات والدراجات الهوائيه نقدر نستغنى عن السياره بصراحه. بس هذه بقت بعون الله وبعون يومكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني هسه نقول لكل الموجودين وياي تدوسوا لها؟ اكيد ندوس لها. خلينا نشوفكم لعد من تدوسوا لها. مشاهدينا راح نشوفهم وهم راح يدوسوا لها، تابعونا. شاهدنا مجموعة من الأطباء والصيادلة اللي موجودين في مستشفى يرموك وانضموا إلى حملتنا. طبعاً بس هيك أخذنا اعتراف. أخذنا اعتراف إنه أحدهم قال أنا إذا أتزوج أخلي حتى زوجتي تدوس له. هذا الاعتراف إحنا لازم تطبقه. هذا مبقي عليه، هذا مستمسك عليه. لا بالمستقبل لازم نشوفكم في حلقة من حلقاتنا أنت وزوجتك على الفايسكل. طبعاً فجأة نشوف إنه كثير ناس انضموا لنا، يعني إحنا وزعنا ومستمرين بتوزيع الآلاف من البايسكلات، يعني دخلنا على آلاف من البيوت العراقيين، شفنا مهن عديدة اشتركت وانضمت إلى حملة دوسة، من المهندسين نعم إلى الدكاترة إلى الفلاحين إلى المعلمين، يعني إلى فنانين، يعني كل العوائل العراقية كثير من عندهم انضمونا بفئات مختلفة، مهن مختلفة عديدة. وطبعا يعني الحملة قد ما هي واسعة ظلوا كثير ناس من انضمامهم لنا ظلوا يستخدمون بايسكلات، حتى مو شرط تكون هي من دوسلها، وإنما ظلوا يشترون بايسكلات إذا ما حصلوا عليها من دوسلها ظلوا يأخذون بايسكلات ويستخدموها بحياتهم اليومية. اكو موضوع جدا مهم انه ممكن نستخدمه ايضا ونضمه الى البايسيكل، اللي هي الاكسسوارات، اللي احنا اصلا يعني من زمان من طفولتنا كنا دائما نحب اضافه هاي الاكسسوارات الجميله الى البايسيكل. يعني مثلا هسه عندي وصلت، يعني احنا كنا نصنعها بنفسنا بعض هاي الاكسسوارات. عافيه بالضبط، هذا النزغار وهاي الامور وصلت جمعت بعض مجموعه يعني من الصور اللي انا حاولت اطلعها سويت عليها سيرش، وايضا بعض الصور لا بعثوا لنا اياها احد يعني المتابعين لنا على الصفحه، صور جميله جدا للاكسسوارات. مثلا هذا الصورة هي البوق اللي نستخدمه احنا بالبايسيكل، جميل جدا. هذا تحتاجه جدا، يعني هذا الموضوع، هذا اللي احنا قاعدين نشوفه ما اعرف انا شنو يسموه، لكن هذا ممكن هذا يحمي الشخص اللي قاعد يسوق، يعني تحديدا في التراب وبالمطر، يعني هذا التاير لما راح يظل يلف راح يظل يصعد التراب، وهاي عرفت شلون ممكن يطخ بظهره، هذا ممكن يحمينا. بعض الناس يحطون عليه احيانا، صحيح بالضبط، ممكن هاي بعد كانت سله. هذه ايضا صوره لايت خال داير ما داير التاير، وصايره لقطه جدا جميله، يعني وهو قاعد يمشي ماخذين اللقطه راح يصير
هذا هذا اعتقد اللي هو الوقت، نعم العداد، واللي هو نفسه لحظه اكو صوره هنا هي أتا. هذا العداد يعد الوقت التايم اللي انت قاعد تستخدمه بالبايسكل بالاضافه الى كم كيلو متر انت استخدمت في البايسكل. هذا هو، هذا لايت اللي هو جدا من الضروري انه يكون في البايسكل. هذا لايت ويجي وياه موسيقى حلو هاي. يعني يطلع اي انا قريت عنه انه كاتبين هذا ايضا بوق بوق واكو صوره خل ارجع لها جدا جميله اللي هي هاي يا فاي. هذا الايباد اللي انا بيدي يحتاج اي مركبي عن البايسكل ايباد اي خوش حتى يدعم. يعني اي هو قاعد يستخدم بايسكل لا ممكن يشغل بيه مثلا ميوزك او شيء هو ممكن يحب. هذه الجرس اذا تتذكريه هذا جرس قديم صيني هذا كان موجود عندنا بالبايسكلات مال العراق يعني. وهذا ايضا صوره الاكسسوار جدا جميل هو اللي يخص المطاره اي بطل الماء او المطاره يعني ممكن جدا انه نستخدمه ويكون ضروري بالذات انه لازم واحد اثناء الرياضه يشرب ماء هاي معلومه جدا ضروريه عمد لا يصير عنده ديهايدريشن. وهسه عندنا فيديو من اسبانيا خلينا نروح لاسبانيا. الفيديو ما اعرف اعتقد الشاب من اسبانيا لو من البصره لا لا الى اسبانيا, إسبانيا. فيديو عن البايسكل يلا خلينا نروح لاسبانيا ونشوف البايسكلات في اسبانيا. He is now on top of the missile.